في المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، وفي رواية عبدا، سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه، بمعنى أن النضارة والنور والسرور يكون على وجه من يبلغ شرع الله عز وجل، إضافة إلى أنه بهذا التبليغ يحصل على نظرة النعيم في الآخرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لكن تبليغ العلم ونشر العلم إنما يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ببدع ولا بأراء ولا باستحسانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث الذي ذكرته آنفا عند أحمد والترمذي وابن ماجه، نضر الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال في آخره: ثلاث لا يغل، ويصح ضبطها لا يغل، لا يغل من أغل يعني خان، لا يغل من غل يعني أصابه الحقد والغيظ، ثلاث لا يغل عليهن: قلب، وفي رواية الصدر، صدر مسلم. قال العلماء في هذه الثلاث: لأن هذه الثلاث تدعو الإنسان إلى أن يكون تبليغه للعلم الشرعي قائما فيه بحق الله وبحق أهل السنة والجماعة. ما هي؟ قال: إخلاص العمل لله، هذا حق لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، والثالثة: ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وضبطت تحيط من وراءهم. فقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكر تبليغ العلم الشرعي قال: ولزوم جماعة المسلمين، أي يجب أن يلزم المسلم ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة من الاعتقاد ومن العلم وما شابه ذلك مما جاء في شرع الله، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. من يخرج عن جماعة أهل السنة والجماعة فإنه يحرم من دعائهم، وأيضا يحرم من دعوتهم المباركة، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، على ما فهمه سلف هذه الأمة.